لأن اليوم جمعة 23/9/2016 بيركين الساعة 4:30 الصبح. بأمان الله قمنا نتوضى نصلي الصبح ولا سمعنا صوت طيران الروسي عبحوم بالأجواء. قلنا له للأطفال احتموا، هذا ماله أمان بده يضرب. لسه ما كملنا كلامنا ضربنا بنايتنا 4 طوابق نزلها مثل ما لكم شايفين. عنا 9 شهداء بيناتوا النساء وأطفال، وما زالوا البحث. طالعوا 3 لسه على الغلاء عم بحاولوا يطالعون الشباب. الله يختار الخير والله ينتقم اللي كان السبب، وهو اللي كان السبب. كل دول العالم خذلتنا، ما بقى معنا نحن حدا، ونحن مالنا غير رب العالمين. الله شاهد على الحديث، هذا اللي صار معنا. وهي الصورة بتوضح لكم الكلام. أبو زكور الحلبي من منطقة القاطرجي. شيخ الشيخ.